متابعي موقع طنجة والأوفياء، السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الرمضاني رمضان في الحوم. وفي رمضان كان عيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحوم الحومه اللي غنزوروها اليوم جات في مرشا، وبالضبط حومه تبيلة جماعة. رمضان في الحومه، ايو كيفاش كدوز اجواء رمضان في سبيلة الجماعة؟ اجواء في رمضان غنقول لك في هذا العواشر هذه نهار مضخم كيجوزو، ولكن شنقول لك اغلبيه بنادم ديالنا ما كيصبرش، فهمتي؟ ديك الكمايه دائما شعلالو مع بعضيتهم، شنقول لك يجيبهم بالمغربي بيهم، فهمتي؟ منظر ومع مهمات ضعين الشمس هنايا، شنقول لك اخوا ديال اش هاد الماء هذا؟ ضعين الشمس ديال الصاد الصغير والمهمات كاين شي رواج كاين شي وشوي العواش كيدخل برشقو، فهمتي؟ منظر شويه السلام شهر رمضان كيف دايز؟ كاين شي دابيزات كاين شي هما الدابيزات هما قبل ما يبدا رمضان بدات بالدابيزات عملوا افتتاح وتفتح حقبة باقي يومين رمضان عاد لي رمضان طالع خيمة ديال نسقسك للاجواء رمضان كيفاش كدوز عندكم نفس سبيلة الجماعة؟ والاجواء ماش نقول لك على شي رقي في النهار واقعيه يا بيع عشرة حار وكذا، ولكن بالليل الاجواء ما كاينه شي مره خو مر ضخه ما سين كتشوف الراجل كيبيع الليمون الاخراني هنا كيتحرر واخا الدعوه مزيره هذا العام وكذا الحمد لله دائما حاضره بركه في رمضان هاد الاجواء هنا دائما كدوز لابينتي وكحكح مع الدراري الحومه الحمد لله كيفاش جيت عندكم مرحبا بك الحومه مرحبا بك شرس كاس ديال ليتشي الله يعزك على حسابي دابا من المغرب الله اعلم مثلا شي ناس مثلا اللي وصلوا سبيله الجماعه اللي كانوا ولاد سبيله الجماعه وصلوا لازم نغدي الازماني نغدي تشيبس دوك خلانجي بيت فلو محمد يعني مسلم عاود ابا والحومه ديالي هو انا ساكن يعني الحق واحد النيفو يعني مزيان بغا يكملوا بالخير وكان اللي ما الحق والو باقي واقف الجماعه يعني اللي تبع شي طريق فهمتي ونتمنى الخير للجميع وصافي خابزت كلش خابزتنا سا خابزتنا مسلم فهمتي كيفاش المهم خابزتنا شي حاجه مزيانه خابزتنا الدكاتره وخابزتنا الاساتذه وخابزتنا قطيعوس وخابزت كلش اللي بغيتي شويه بحال اللي قال لك خرجت شويه من حاجه شويه من حاجه شويه شويه بحال الفاكهه فهمت الله العظيم الصغر ديالنا في رمضان مشكا صراحه الله كان ديك الحلاوه ديال رمضان ما بقيناش كنحسوا بديك رمضان بزاف كان العائله كيتجمعوا وكذا دابا قليل كل واحد فيه ملهى خاو كل واحد ماشي في ملهى الحمد لله خاوني مع الدنيا والله يا خا الحمد لله السلام كانوا الناس مع بعضيتنا يعني العائله كيجيو عند بعضهم الدراري فرشه على راسها كتبغي تشري على راسها يعني بزاف حاجات يعني كانت قبل الحومه يعني الحومه مزيانه حومه شعبيه كلشي يعني كان ديك الاجواء النسمه ديال رمضان النسمه ديال العيد النسمه ديال اي حاجه يا حلاوه رمضان كامله ديك التراويح ديال الليل وقصار مع الدراري وكذا ايوا هادشي اللي ايمان قوي وسلام وضروري وضروري رمضان بوحدي تبعه وجان رمضان شحال هذه صراحه الله بلا كذوب علاش حنا صايمين كنعرفوا شنو بيننا وبين الله رمضان اللي عنده فرحان واللي ما عنده شي فرحان الرزاق تجبر كل شيء كيضحك كل شيء هذه كتحس بالجو رمضان اوريجينال كتعامل مع الناس وصافي بحال اللي كنتسخر وهادشي هذا ما يجيب لك الله عندي الحانوت كنخبوه ولا كان ملي بلاستيكو كنمشي بحال كيجيو بعد الناس ما عندهم شي بوبرين باش يشريو كيهزو كيسرقو كنقول لهم يردي الدنيا هانية عسرق مع راس علاش حنايا كنحسو بالنادم اللي ما عندوش واللي كنحس بها كيسرقني كنعرفو كنعمر قوفو نمشي ندار ندق عليه ونطيالوش عاود شي مرة أخرى يسرق أجواء في رمضان صراحة أنا كتلميذ عندي شهادة بكالوريا عندي الدبلوم ديالي دواسيني كنبيع ليتشي كاين بركة الله ولكن حنا شباب ضايعين وصافي عندنا الدبلومات ديالنا كخصنا نكونوا في شي مناصب ماشي هايدا الدري عنده مثلا اجازه ولا كذا كذا يبيع لك اللتشين او لا يخدم لك مثلا كماريرو ولا شي حاجه فهمتيني كنديباني وسام كنا الصراحه كنتجمعوا في الدار اجواء رمضان العائله وكنخرجوا نصليو الصلاه ديالنا صافي هادشي ما بقاش الجوامع تشدوا
الدار ما بقيناش كنشوفوا العائله وكيجي في الليل ما كيقدروش يجيو عندنا، كاين الحجر الصحي في الليل كيشدوا الطرقان، اذا ما بقى والو رمضان بحال اللي ما كاينش شي رمضان. راه كل واحد كيتقاتل هنا يمشي يدبر ديك جوج دراهم، اللي عنده شي بنوك يخرجوا كيعمل له شي مشروع رافاينا، سينا كتشوف كل شي عام كرارات رافاينا. و بعد رمضان ما بقاش بحال دائما، والله الا رمضان شحال هذه سينا كتهرا كانت العشاء كتأدي كنمشيو نصليو الصلاة التراويح كنتجمع العوال بالوالا عاملين هنايا الحلفة طابلة روينة، وخا الناس كيصليو هذا كيغوت كل واحد شنو كيعمل فاهم. هذاك الشيء كان بالحلاوة. الله يرحم بابك. دابا والو، دابا سينا كتهرا كتأدى المغرب كتقول بحالك ما كتزيدش تخرج، علاش؟ قال لك كورونا. الله يفرج علينا وسلام. والله شكرا بزاف اخي احمد حيت جينا عندكم الحومه وكبرتوا فينا، بارك الله فيك. شكرا بزاف. الله يعيش مبروك للجميع، الله يدخلها في الصحه والعافيه، واللي ميت الله يغفر لهم ويسمح لهم، الله يدخل عليهم الرحمه، واللي بالروح الله يطول له في العمر ويبارك في العمر في الصحه والعافيه. عيش مبروك على كل شيء. عيش لكم مبروك، الله يدخل عليكم الصحه والعافيه، والله يوزع علينا هذا الوباء اخر. الله الا شي مصبر، والله يعدلها بالخير، والله يحلوا لنا هذه الجوامع التراويح ونصلوا كيف ما كنا قبل. عيش مبروك علينا عليكم. اش يا انس كنعرفك كتهضر ما كتسالاش يا خاو. اش هذا الشيء؟ بارك بارك اخي انس الواشف. رمضان كريم اي واحد ساكن جماعه، حتى الناس دمرشان تحيه من واحد لواحد. الدراري ديالنا على خاطر الرجال، الرجال بالرجال والرجال بالله. الله يعزكم الدراري. شكرا. ديك اللي كنسال لهم كريدي يقولوا لهم يجيبوه معروف. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم باش ما كتمناو. رمضان مبارك كريم الدراري، ماشي طنجة كاملة، المغرب كامل ومسلمين كاملين إن شاء الله. عيش مبروك جميع المسلمين، والله يرفع علينا هذا الوباء هذا، والله يسهل على الجامع أخوتي. الناس مرشان وسبيل الجماعة، الناس الجماعة وطنجة والمغرب والعرب ومسلمين وكلشي إن شاء الله. والله العظيم. واخا شكرا بزاف أخي عبد الله. وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهاية ديال الحلقة، نتلاقاو في فيديو جديد وحومة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.